لسه حرام مش عايزه تنزل. في هنا مستشفى عام فيها قسم اطفال، انا هروح اجيب تاكسي. السلام عليكم. يا الله اللي هنا. من فضلك عايزين دكتور الاطفال، البنت حرارتها عاليه جدا وما بتنزلش. دكتور الاطفال استأذن من بدري ومشي عشان عنده ظروف. شوف لنا اي دكتور الله يخليكي، اي حد يبص على البنت هتروح مننا. طب بس اقعدي وانا هشوف لك الدكتور اشرف. بس اهدي شويه، ها والنبي اهدي شويه. يا ناس يا اللي هنا، يا جماعة، يا أبلة، يا دكتور، يا جماعة حد يرد علينا، مش هينفع كده. ايه يا أستاذ، هو مفيش حد غير بنتك في المستشفى هنا، ما المستشفى مليان عيانين وعايزين يرتاحوا. يا ستي حقك علينا، شوفي لنا الدكتور فين، البنت عمالة تسخن. الدكتور عنده مرور وشغال في حالة. يا ستي احنا بقالنا تلت ساعة وما حد سأل فينا. عايزين الخلاصه ولا هنضيع وقت بعضينا؟ انصحينا والنبي، دي زي بنتك برضو. بصي عشان خاطر الاموره الصغيره دي هجيب لكم الاخر. بصي بقى يا ست الكل، دكتور الاطفال اللي هنا دلوقتي تلاقوه في عيادته، ده دكتور شاطر جدا. عموما هطلبه لكم دلوقتي. ايوه يا دكتور. لا 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 كله تمام هنا. ده انا بعتلك حالة بس ما بتنسانيش بقى في الحلاوة. طيب يا دكتور مع السلامة. يلا بسرعة الدكتور مستنيك والعيادة في اخر الشارع. اوعى تعمل كده، اوعى تداري على جريمة بجريمة. لو حقك يبقى لازم تاخده من غير ما تدفع اي فلوس زيادة. اتمسك بحقك وقاوم الفساد. قوم يا مصري، مصر دايما بتنادي، قوم نصري نصر بنور عليك، يوم ما تعدي رحب ابو سمعتك.